waxaad u maleeyneysa ha u maleeyin baa la leeyahay badankoodina wax maqlayaan maqal ay ku intifaacayaan waa dhago laabta u daloola aw yaqiluun ama ay wax fahmayaan awoodii fahanka way hayaan laakiin mushkiladoodu waa maxay ma adeegsanayaan saa ogeed aakhire ku calaacali doona waqaalu la kunna nasmacu wa naqilu may waalayn mana waala laakiin awoodii ilaahay galiyay way beedereeyeen رسول كني من يا مولا كني ماكو كدشو مدينة نواو هجرودي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبرنامج كني تلمامه دينتا وكل ما دي كساب سنة أما وكل استحادة كساب سنة إنس بربر دقنو أركتيد أرهي قلبات كقبو ابنادك بابينيسا بهدليسا يو اسلامكو سود انسانكو كرامي تنتيكو ريسي وحن كسو شيكيناي ابنادنكا يو اسلامكو سودو قيمي يسي او بهدلين ري قلبيت كو يارغتي هي كاميسناين باذن الله تعالى تن وحن كغو رمي دونا ني حلقات كلاوا عقلي اسلامكو سودو عقلي ابنادنكا واركا سودو قيمي اسلام كاكتي سقيمة مكلي ما احترام اسلام كعقل جيبنا ذا كا بسمة شو كساري وعقل جدت كود يديني عديك سدان بس جدت كو ترترسيه إني عقل جود عديك سدان وين فكران ومسكح دودو عين قطعة مش قاين إسا اسلام كو قف كي آخرية وعارك كريعة عقل جا وهو ده قرشة جيبنا ذا كود شفته ee kaga soo caayay xoolah inay tahay nimco weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ibnaadanku ku kaladay islaamku uu arkayo inay tahay arin weyn oo ay tahay inay ka soo baxaan ibnaadanku shukrina qeeda aqligu islaamka dhexdiisa waa halka uu ka bilaabo qofka in wax la faro waxna loo diido manaadu takleef weeye in qofku mukallaf noqdaaba waxay ku xiran tahay way kala laada وحنا لفرا وحنا لو ديدو دنبي لوغو قرا اجر لا سيو waxay ku xiran tahay mukallafin yahay qofaan aqal lahayn islaamku waxba ma saaro nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay rufi'a alqalamu an thalath sadax qalinkii waa laga kor qaad wax lagu qoray ma jiro ani naaim hatta yastayqib qofki hurday ila uu soo baraarugayo ani sabi hatta yahtalib ilmihi ra ila uu qaan gaarayo ani almajnun hatta yaqil ya qofki walla إلى ميرسينيو عقل جيسي أودي قرشادة كسانة قنيس عقله يودا قرشادة من هذا ككشرته إلى هوا قد يقي ووصف شرف وتلمان شرفات كان سنة يسأين قفكي لي ماضى أديك سدة استعماله المسكح دي سكرجين صندوق وصابيريو طبعا مفتاح الغفرة عن كرجين إسلام هو أمانية إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون آيات كيكو ريو الله سبحانه وتعالى كور رمي يوحو ليه هاي تاسي يكو والله متكيبا واتصالي يارا نصوش يقني ونغو تلقى اللي تدكو يكو انتفاعان لكن وحو قاتان وما يعقلها إلا العالمون عيدة فهمسة عقل قيدة ديك سنسة ويحي لوغو تلقى لي كلاس وبحي سواحي تي وعدي وح فهنسن عدي وح فهنسن أيوبا أمثاشا إلهي صوش يقني كو انتفاعيسا إلهي آيات كالوحي كله سبحانه وتعالى فلم يصيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها نقول كما يعني صعون هذا صعون الله يمحيه لإلهي قلوب يعقلون بها قلبي أي وحكو فهمان ويحكو قرتان ويحكو قرتان إلهي كليه هنشيه سبحانه وتعالى حق لي إنه اللي لعابده وأنا عيدك لأهل لعابدين وحي قرى الله هايين نبي قال الله صادري إنه يهي نبي صح وحي قرى الله هايين ومدي هي كهري مركي أنبيادو ديدين وحي كدعي مركي وقف عقلي جيسا ديك سنية قف كأن استعمال عقلي جيسا إسلام كده حديثة كما معنا إلا هي وحبكو تلماما إنو يهي وحويان وحما قرات هذا ما يران كينو أنو كفقي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إلا هي أكتيسا تدكا أدوك دول صعوني وحو شر بضن الصم كو حق كده قال البكم عن حق كو هل هاي الذين لا يعقلون كوان فهم هاي حق أي دينتها لو شيء ديارنا نو هاي
عقلك هو كشرة ودي حكوفة ملاوي كشرة لكن ديار بعنا وهاي نأديك سدان سلامكم مرخا وحلي عقلي جينا أديك سدان عقلي جينا هالشقي سيا كوفة مسان حق إلهي سبحانه وتعالى يدي صوت الشيء عقلك هو وكورد حياة أما وفارق ورد حياة ما وحا كلا سعاء ابن آدم كي حوله قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعام بل هم ضلوا سبيلا واحد ما لينسى هم ما لين بل ليه هي بدهم كودين وح مقليان مقلا يكون تفاعيا ودقوا لابت أضلالة أو يعقلون ما يوح فهميان أودي فهم كوي هيان لكن مشكلة دوام حين ما أديك سنيا سأو قد أخريكو على عدد وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما يوالين ما نوالا لكن أودي لهي قليي وي بيدريين وي أديك سنوايين لا يحلي كواسي إنهم إلا كلا نعام وما يران كوكالا بل هم أضلوا سبيلا إيه كلي تبا وضحان يجيدك هيان با كبادي بضن باك حولا شريعة وحي نفرتي إن عقلي ابن آدم كلا إلاليه وانا حاران تميسي شيء كستا وحولي مايا أما ما يشكا ساري أما خمري هان نقضو أما مخدرات يحششدي وحلا مدهان نقضو نبو صلى الله عليه وسلم حولي كل مسكر حرام شيء كستا وحسر خامية وابن آدم كأودي قرشديس وحكري مايا وكساري ميشا وحويا وحران عقلي هو إسلام كده حديثة دين إسلام كي قال لك إله سبحانه وتعالى محمد كسود عليه الصلاة والسلام شرع هذا قيمها بضل لا عقلي هو حكتر سيء شن تعرف مود دين تؤتي من سوير عليه صه ودين تا ونفتا وعقلي ابن آدم كا وعرض جيسا يترنتيسا يو المال حوله شن تقدم أي دين تؤير عليه صه عقلي عمرك هو حكم دي أرماها أي تهاي إلا إلى ليه شرع عدنا هنا فريسه يلو إساتها وعقل وقيمها إسلام كل حديثة كلية هاي هذانا عقله وأود كم دا وده ابن آدمك وده ابن آدم كورن دوي حديدين هذي عركتها هاي هذي مقلتها هاي هذي قادتان تهاي وده كله هذي تهاي ويحددن تهوا حيلا هذا هاي ليمي تي ملا كورن معنا سأوجد إلى هنا حريص ونون حريصنا يو أيا وحلو دي عقلك لو ما يلوط إنه ست وصو حقير هذي سوق الشرع عن سيد حمر هاي دانو شرعي سيد حمار هاي سيد توصى حلوة غمارن كرا عقلي هو كارين لكم الله ويحي شرعي وشيغي انو فهمون با وفران لابدا الريموت ميلا كان نوين كوش يقني وحويا الغيب المحط غيب كا براحة تيران ايو التشريع شرعي دا تينتا اي حقوق سينتا لابدا الريموت دوا دي عقلي لو دي دي او انو مصدر معرفة مستقلة ونقضو حقا لقا قادان ايه طبعا وحيه الوحي المعصوم إلى يحلي سبحانه وتعالى سوى غيب كينا وغرمية قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحدوش اكتضتك سموينك عيدة كسغني عيدة لك كسغني با غيب كموغ إلهم باوك سبحانه وتعالى إلهم باوك سوى قد معرفة يقينية عقلي يكون مسين كره وانو كله قايا وحويا خرافات حقائق انترين وحانترين وانو ركر وحقائق با أيو آمنية مركا رحمة بنا أيو له سبحانه وتعالى ليه هي حقها وكعنا عقلي إننا حكوا بعدنا وأنا أركض أنا ده كقرار كود وسكودي إني وحكي شيئاً يوحي كجيمت يلي باتوين كايستا لا يحلي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فرياشة غيبك إلهي بحية سجمنا أوك سبحانه وتعالى إلهينا محدود حكله واحد يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب واحد قلت له أنا جماها يا خسنا ده إلهي سو كلمه غيبك مركان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قرن ايو اعقل البشر افضل البشر انه هدي وغيبك قرن واي ما اديغا اودهغا انو قرنينو ايا حليلي كريا وخي غيبه وما يسواش الله سبحانه وتعالى ايات كلو وخه كل يحي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الله با اوغو خي مقن عالم كلو بو قبس وخي نو موقده او ان كو غارينو حواستينا يدريمدينا يا وخه كبحسن وخي كبحسن عقلك ابن ادمكي ويكو أدكتهاي ومانا بنانا شرعيهان إنو كوار بحيوه وإنو دوافر استو وحي إلهي كيري ينبيك صلى الله عليه وسلم غيبك وحي مقان وحي إلهي سبحانه وتعالى أنيقا أوك غيبك عيد أوكي مجرتو أو أي أمو قانيسا مجرتو إلا من ارتضى من رسول عيد إلهي خالكيها والرسولة كاسو مالوشيغي لكن عيدك لو أوكي مجرو غيبك محضي قام حاكم ده علم الساعة قرمي قيامه مانيسا
قورمي دعيسا رهبوك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها وحلاله وحد كقصة أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشير إلى ربك منتهى سيدوا كريله وحليه هاي يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله تقولي كوي الدين يا سعد قرما دعيسا وحدوش يكتا علم قد إلههم بوق سبحانه وتعالى إلههم بوق غيبك ما حد جاوحة كم دا حقيقة الروح نفتني بلادنا كوتشرتها محيتها هذيل سلاع على الله بندقها بارو وكل قاية وحانو أودوا الهينا ولا مقصبيه تصالحان تيركتو وحبي مقشاة ما أركتو لو معنا أنا كردكتا وأنا قدره إلا إذا دقي بحد وحو أركويد لو ما بقى بورين بقى أودي دنا ما هيسو عقلي ابن آدم كان لو ما سمعين وحي غيبة محضية إنه سي مستقل أو ما ضح برنان وقد شوابه أقون تي دنا إسق الله طاف فريستو سيدا أوجد ولو جويو وأنا يندره قف ابن آدم كي إنه كبار باره أو كده حلادي إنه كو جادو عقل جيسا غيبك يا يحلي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نبي الله يحكي ويدينا يعني نفتي من ذلك كوتشرت أم حياتي ولا الروح من أمر ربي أرنك ربي جب كوتشرت أي كميتها وما أوتيت من العلم إلا قليلا علمي أنا لا إذا ما سين وح ير أو كوبن مو يعني مركا قفكو وينو عقلي سكر دورا أنا كوب أربعين كوب قد قدين وحي دين توقعش يكتم مو يعني إن أنا وحي غيبة يسوي دين إنه عقلي سا جواب وجهره كم هي ليست وأنا دكتورنا وحي غيبة محضية وحلاوة فرسانة يا قرآن كي سنة ذيك الخرافات هي معرفة قفك أنا خصونا وأنا يقين قاري كريم بسو أي صورة من الصور يقول نحمي رسانة وحكم ذا غيبك محضية وليبا معلمة هندن بيضتكو يكو يتحاميهين إني فهمان أسرار وقدر الله أدوك وحكرا عيور إله بقدره سبحانه وتعالى وحي أدوك وحكرا عيورا إله بقدره حكمة كدن بيسا iyo ujeedooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka rabo in dad doonaa ku xiqaan isku dayaan inay ogaadaan waxa aan daraa qofka noocaas uu qof leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeyay weyn ogaana wax walba marka ma Ilaahay baad waa aan dar wixii qayb adduunka wixii ka dhacaya aqdaara waa suuragal wax ka fahanto in badan oo kamidana fahmaysid haddii aad wax fahantana macnaheedu ma hawad wada fahantay dhamaanba wixii ku jiray ee ka dhacay si aad ugu wax leenahay dadka taaman ee waxa weeyaan doonay inay jawaab helaan ama ay fahmaan su'aalaha ay isweydiinayaan ah waxaan muxuu dhacay ee aqdaarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala weerad ogaataa ibn aadam baa tahay awoodaadana kuma jirto awoodaada aqliyahay kuma jirto in ay ka jawaabto su'aasha noocana hay saxiijin wixii qadara xikmadda ka dambaysa iyo sirta ay leedahay ilaahay baa ogaan karo waana qayb maxdiya marka soo loogu in soo loogu in aqligaaga na haytin waxaanu ka jawaabi karaayna kullu kun waxa aduunka ka dhacaya aqdaara in badan oo kamida asraarteeda ma fahmayno xikam ka dambeeyna ma garanayno ilaahay subhanahu wa ta'ala aduunka maamula waana hakeemun aliim subhanahu wa ta'ala waxa aduunka ka dhacaya xikmad ilaahay leeyo ku socdaan subhanahu wa ta'ala wa qofki ilaahay rumaysan qofki ilaahay rumaysan ya hadana diidan waxa aduunka ka dhacaya in xikmad leeyahay qof ayaan daran waxa leena qofka dib isugu noqo mafhumka ama muqaalka ama aqeedad ka aaminsan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa maxay ilaah dhamaystiran oo kaamila oo aliimun hakiima wuxuu walba og oo xikmad wuxuu walba ku socdaan marka leedahay aan wada ogaada dhamaan hebel muxuu xoolo helay hebel muxuu xoolo waayay hebel muxuu dhalay hebel muxuu dhali weeyday waa weysmay yani waa ayaan daro waa ayaan daro waxaan leena dadka noocaas aqligina waa lu goyseen aqligina looma abuurin inay ka jawaabaan waxyaabaha qaybka maxdiga qaybka maxdigaana waxa ka mid ah maxay asraarul qadar xikmadda ka dambaysa dhamaan baaqdaarta dhacaysa adduunka in aad ogaato dhamaan waxa dhacaya waxaan leenahay dadkaasi ha ka waantoobaan qodobka labaad ee ku saabsanaa in sharci uu la toofarisanayo aqliguna aanu kaalin ku lahayn inuu sharci wuxuu sheegay fahmo mooyaane waa tashriic biidna Allah taala kulanka dambe aynu ku faahfaahin doonaa sida ay kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rasuulkeenni munaye mawla keenay maku ku dhasho madiina nawaa u hijrooday waaw asbuulki suu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan
$10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.